السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى قلنا نديهم طاقة، نديهم حيوية، نديهم نشاط، نديهم مضاد حيوي. النهاردة اليوم الثامن اخره ان شاء الله. انا ساعات عشان بس تبقوا ملاحظين ان انا ساعات بصور فيديوين، فبيبقى نفس اليوم ببقى عاملة فيه حاجة الصبح وحاجة اخر النهار. اتمنى بقى ان تكون وصفاتي بتعجبكم. بصوا فرخياتي، فرخياتي. طيب ايه يا وقت المشروب اللي عايزه احطه لهم النهارده؟ عايزه يا جماعه اديهم بقى طاقه، اديهم فيتامينات، اديهم حاجه بقى تعلي. كل يوم بيبقى ليهم حاجه جديده، حاجه مختلفه. بصي كتاكيتي، كتاكيتي، كتاكيتي. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ طيب ايه المشروب اللي انا عايزه اديه لهم النهارده؟ والمشروب الجبار، المشروب المهم اللي هو بيديهم طاقه، بيديهم حيويه، بيديهم نشاط. الحاجات دي اعمليها بالله عليكي عشان هتدعي لي. الوصفات دي وصفات هايله، وصفات كلها فعلا طاقه وحيويه. بصوا الشفشق ده تعب معايا والله. على فكره بحط بفرم في الخلاط عندي للطيور اكتر ما بعمل اي حاجه ليا والله. بصوا بقى الوصفه دي، بصوا الوصفه دي، الوصفه دي يا جماعه بما يرضي الله كده. الوصفه دي مهمه قوي، ووصفه لازم تعمليها للطيور بتاعتك، وصفه مغذيه جدا، ووصفه هتعمل تحويل للطير بتاعك، وهتغذيه وهتنشطه وهتخليه يسحب اكل كتير. وفي نفس الوقت في الجو اللي احنا فيه ده خلي بالك ان احنا لازم نحط حاجات باذنك يا رب كلها مضاد حيوي وكلها فيتامينات. طب ايه بقى المشروب اللي كله مضاد حيوي وكله فيتامينات يا بنتي يا بطاطا؟ هقول لكم يا جماعه. بصوا ده انا حاطه بنجر. بصوا عاملاه مركز اهو، بنجر، وحاطه على البنجر بصلايه، وحاطه ليمونه. بصوا بقى بنجر وبصل وليمون، يا قشطه عليك يا عسلتي. بصوا الوصفه دي. طب الوصفه دي لما احطها للطيور بتاعتي تعمل معاها قنبله. اهم حاجه تكوني معطشاهم كمان. بس مشكلتي معاكم ان انا مش بعطش طيوري. بصوا الوصفه دي، واوعي تصفي. بصي ما بصفيش، بصي ما بصفيش، ما بصفيش، وما اهو حتى عشان تلاحظوا ما بصفيش. استنوا استنوا عليك يا ايش، هاتي كده، هاتي كده، اشربوا كده شويه. بصوا الطير لو اتنحرر معاكي على الاكل اعرفي ان غطست في البحر، غطست غطست. الطير اعرفي ان هو حتى لو ما شربش على طول هو ده اللي قدامه، هو ده زي الطفل كده. بصي غطست، استحمي بقى. عطشت شورك، لا اما لو ما كنتش معطشاها هو ده اللي هيبقى قدامهم، فهو ده اللي هيشربوه. عايزه اقول لك ان الوصفه دي وصفه هايله قوي، هتخلي لك الطير بتاعك. بصي فرخه فرخه، بصي ده 8 يوم. بصي عامله ازاي، بصي عامله ازاي، دي فرخه. ده كان كتكوت من كام يوم، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصي هيشربوه. عايزه اقول لك ان الوصفه دي هايله قوي قوي، واعمليها للطيور بتاعتك بالله عليكي، لانها وصفه فيها مضاد حيوي، فيها بصل، فيها فيتامينات. هتقوي الطيور بتاعتك، هتنشطهم. جنب العلف هنشوف بقى وصفات كتيره الايام الجايه ان شاء الله. ويلا بقى نشوف بطاياتنا الكبار ونوسع عليهم. بطاياتي الكبار الحلوين القطايد، بصوا دولت بقى النهارده. قلت والله اللي انا مدلعاكم، والله يا شيخ ما انا حرمكم من حاجه، لا اجيب لكم اعلى فيتامينات واحطها لكم. بصوا حاطه لهم ايه. على فكره والله انا في ناس سالتني والله السؤال، انت ما بتجيبيش مضاد، ما بتجيبيش ادويه او مضادات حيويه من المزارع او الادويه بيطريه؟ اقسم بربي والله ما بشتري مضاد اي دواء للطيور بتاعتي، اي دواء والله ما بشتري اي دواء. انا بعتمد على الله سبحانه وتعالى، اعتمادي كله على ربنا سبحانه وتعالى، ثم على الوصفات اللي انا بحطها بس كده، ولا اكتر ولا اقل. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا ببارك لي. يعني ما لو في بحس ان هم كحوا او في عطسوا او في اسهال او في كده، عندي بقوم عامله الوصفه على طول واقول على الله وتبقى زي الفل. قشر البرتقال من الحاجات المغذيه بحطها، ما برموش
بيقرقموش بيقرقضوه على فكره يعني، لو انت ما ضربتوش في الخلاط لو انت ما قطعتوش هم بيقرقضوا. النهارده بقى جبت لهم ايه، ورق كابوتش على ورق خس على ورق، اي حاجه خضرة حطيها للطيور بتاعتك، اي حاجه خضرة حطيها للطيور بتاعتك اتفرجي عليها. طبعا انا برضو سالت السؤال ده قبل كده، هل انا بعتمد على الحاجات الخضرة بس؟ لا طبعا، لاحظوا حاجة من فيديوهاتي ان انا بحط الخضرة وبحط علف وبحط تشيشة وبحط ردة وبحط اي حاجة بحطها، انا ما برميش اي حاجة على فكرة، ورق خس ورق كرنب قشر برتقان قشر موز كل الحاجات دي بحطها للطيور. الوصفات دي على جماعة مش وصفات، دي حاجات حقيقية، حاجات بيعملوها في المزارع وفي كل مكان، يعني احنا نبقى احسن منهم في ايه؟ احنا بنعمل زي هم ما بيعملوا، وكمان احنا بيبقى في عندنا تفكير تاني. يعني انت بصي كده للمطبخ بتاعك، لما بيكون عندك حد بعد الشهر عنده كحة، مش انت عارفة بتعملي ايه؟ مش بتديله مثلا دواء للكحه؟ طب ما انت عندك حاجات تانية، عندك بقى البديل بتاعه، بدل ما اروح اجيب دواء من الصيدليه بغلي مثلا كمون، بغلي قرفه، بغلي القرنفل. يا الهي على الجمال بتاعه، من اكتر الحاجات المسكنه ومريحه جدا. بعمل وصفات عندي، يعني مثلا لو في حد، لو بعد الشر حد معدته منفوقه، في انتفاخ، في وجع في جنبه، حاجه مش عندك الوصفه، والله العظيم بنغلي على طول الكمون الحصى ده، بتغليه وانت بتشربيه، والله عن تجربه الناس وهي بتشربه بيكون مريح، يلي عنده مغص في جنبه، مغص في معدته، فظيع، مسكن قوي، مسكن طبيعي. ده يا جماعة اللي عايزة اقوله لكم، اتمنى ان انتوا تشوفوا فيديوهاتي، وانا بحب حتى في الحياة الطبيعية ان انا حياتي العادية ان انا برضو مستخدمش ادوية كتير، الا اذا يعني وصلنا لمرحلة كده، لكن الاعتماد الاول على الله ثم على الحاجات المنزلية اللي هي موجودة في مطبخنا. حتى انت لما بتروحي عند العطار بتقول له عندي كذا، بيقول لي خدي كذا، طب نجرب الطبيعي الاول، ما جابش نتيجة ندور على الحاجات التانية، بس ما فيش مشكلة يعني، ما كله موجود. بس عايزة اقولك ان الورق الاخضر ده، اي حاجة بقى من الاخضر ده، ده فيتامين عالي جدا للطيور بتاعتك، من ضمن الحاجات المقوية، العجم الطير بتنشطه، بتفتح نفسه على الاكل. عندك بقى بواقي حاجة في البيت، محشي، اي حاجة بقى من بواقي الاكل حطيها، دول ساعة الزمن باذن الله هيكونوا واكلينه، مش شرط كمان تقطعيه. عايزه اقول لكم ان دي كلها حاجات طبيعيه، حاجات من بيتنا. اوعي تنسي اهم حاجه، انك يوميا في الظروف اللي احنا فيها دي اقل ما فيها، مش عايزه تحطي توم مش عندك، جيبي ليمونتين واضربيهم في شفشق الخلاط وشربيهم للطيور بتاعتك الصبح على غيار، او بيتيهم على بنجر وتوم وبصل وليمون، بصي ما شاء الله لا اكبر، هتبقي اديتيهم مضاد حيوي وفي نفس الوقت اديتيهم فيتامينات. اتمنى بقى ان ما اكونش تقيله عليكم، واتمنى ان الفيديوهات تكون بتعجبكم وتشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله، واسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.